الأقل أنا عم حاول لنطلع، مو مثل حضرتك قاعد وناطر كمان، حدا يطلعنا من هون يا فهيم. أنت شو مفكرة؟ إنه صراخي رح يسمعوا حدا برا؟ الناس ما رح يخطر لهم إنه نحن علقانين هون. لازم نصرخ. في حدا؟ بما إنك ما لاحظتي الشغلة وإنت جاي بهالطريق، أحسن شيء إني خبرك إنه ما في حدا بيجي على هالمنطقة نهائياً. وصلت؟ معناها لازم نصرخ بصوت أعلى لحتى يسمعونا. في حدا هون؟ شبك؟ اتركيه، عم قلك اتركيه. الله يخليكم ساعدونا، الله يخليكم طلعونا من هون، حدا عم يسمعني. شان الله. انبسطتي؟ يا رب. ليش انا علقانة معه؟ لا تخاف، ما رح أعمل شيء أنت ما بتحبيه، وأنا رح أعمل كل شيء أنت ما بدك إياه. قطة البرية، تعرفي أنت بتعجبين أكتر من الكل هون، بحب أني أقضي الوقت معك أكتر من هيك ولحالنا. لهيك فينا نحكي؟ لا ما فينا. أي موقتي، كيفك؟ خاصة بعد هديك الليلة. ما في داعي تقلق علي بعد هديك الليلة. عن جد؟ بس مين أنقذك؟ أنا. تركنا بسبب الفاب فايف، بس بعد هالشي رفقاتك ما ساعدوك، أنا أنقذتك، تذكري منيح. هارشاد بعد عني، لازم روح. بعد. عن جد؟ فكرة سيئة. تعرفي؟ بعتقد فينا نستفيد من هالوقت بشي طريقة، وبالموضوع اللي بيخص ماني. ماني معنى نديني، تعرفي هالشي؟ ماني مهووس فيها. انت كذاب. لا ماني كذاب، هاي الحقيقة. ماني عطى وعد لديروف، هو ما رح يعمل اي شي. ماني ما رح يعمل هالشي لان عطى وعد لديروف؟ عن جد انت مفكرة هيك؟ انا ما بظن انه هالشي ممكن يكون صدفة، لان ماني ونانديني مو بالجامعة وضايعين، وهنن مع بعض هلا. هارشاد عمل شو ما بدك، بس ما فيك تفرق الفاب فايف. ديروف ماني، يلا امشي ندور. ديروف تتوقع انه هو مع نانديني هلا؟ وين ممكن يكون يا ترى؟
المفروض هون، اتصلي فيه. عم حاول بس ما عم يرد، رح ارجع جرب. حاولي. شفت؟ قلتك ممكن يكونوا مع بعض هلأ؟ ورح يصير مشاكل تانية؟ معون؟ لا تكوني متأكدة. بقدر أستقبل فايف. شباب دورت بكل مكان مانن هون، بس فيكن تقولولي شغلة؟ ماني من فترة كان عم يحكي عن لعبة عادلة صح؟ أنا بعتقد إنه هو رح يعتذر من نانديني، يمكن راحوا مشوار ما بعرف، لهيك بعتقد نوقف بحث. خلصنا. برأيي معك حق، طالما أنت عم تقول هالحكي الحلو. أنت شاب ذكي، أنا ما كنت عم بحكي معك. دقيقة، ليش ما عم تحكي معي؟ كنت مع الساحرة. انسى الساحرة؟ مين قصدك؟ ايه، الساحرة اللي عندها شعر مثل الخيطان ورجليها لورا. نافيا، معلش تفهميني شو قصدك؟ إذا أنا قلت لك أنت ما رح تفهم. ماشي، أنا رايحة. نافيا شبك، أنا ما رح أحكي معك. خير، شو بدك؟ لوين رايحة؟ عالفندق. طيب، رح وصلك. شو؟ أنا قلت إني رح وصلك عالفندق، يلا امشي. شوفك. شوفكم. صح، إذا سمعتوا شي عن نانديني خبروني. ماشي. طيب يلا. تأخرنا وما أجوا، بواب الجامعة لازم تكون سكرت، معناها هلأ رح نضل كل الليل هون. أنت ليه عم تبتسم؟ شو بدك؟ أبكي؟ بدنا نضل كل الليل. أنا ليش ما فكرت بهذا الشيء؟ أنت يلي عملت كل هالشي فيني وخليتني هون. شو؟ عن جد؟ ما تبلشي من أول جديد. طبعاً أنا غبية كتير، هاتفخ، وأنت يلي خططت له، خططت لكل شيء من الأول. تعرفي؟ صحيح، أنا اللي خططت لهاد الفخ. بصراحة كتير كان بيهمني أقضي الوقت معك، صح؟ هاد أنا اللي قفلت الباب، وكمان إيه البرغش، أنا بحب حشرات البرغش، أحياناً كمان باكلون. عن جد؟ ها؟ شو متوقع استفاد من هالشي؟ أنت بتستفاد من هالشي لما بتعذبني. يا ربي يا ربي، أنت مصدقة حالك؟ ها؟ ما بتفكري إلا بحالك؟ أنت كتير مهووسة بحالك، بتعرفي هالشي؟ مفع...
فكرة إنه ما عندي شيء؟ أو حابب ضل حدي؟ فيقي نانديني، أنا ما عندي وقت فاضي لحتى أقعد أفكر فيكي. حسب الطريقة يلي بتعذبني فيها مبين إنك خططت لهالشي طول اليوم، لأنه هدوك الأغبياء ما عملوا شغلهم صح. لهيك أنت هلأ عم تفكر، خليني أحبسها شوي. أنت مجنونة. كابين ركب الكاميرات هون؟ وين الكاميرات؟ وينهم؟ قلي وين مخبين الكاميرات؟ يلا أحكي. نانديني اسمعي، شو عم يصير معك؟ بعد عني ولا تلمسني أبداً، ما تحاول إنك تقرب مني. أنا بعرف هذا الفخ يلي ساويته أنت، وأنت يلي خططت لهالشي. أنا قرفت منك. ليش؟ 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 فكرة هيك؟ ها؟ ليش الكل مفكر إنه أنا يلي عملت هالشي؟ المشكلة وين؟ الخناقة مع هدول الحقيرين؟ ما دخلني، ما خصني أبداً، أنا ما بعدت الأغبياء. مو أنا يلي قفلت الباب، فهمي بقى، فهمي بقى. खामोशी सुनाती है जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा मुझे वो ये बताती है मैं मगन हूँ पर न जानूं कब आने वाला है वो पल जब हौले हौले धीरे धीरे खिलेगा दिल का ये कौल के बुम 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 पारा القضية انطفت بسببي ما هيك؟ كل الفريق راح
مطوية مطفية. حلو حلو كتير. في شي بخصوص هالساحرة، هي عم تدمر هارشاد. هاي نانديني عم تتصل من تليفون عمتها. مرحبا ناندي. خالتي ها نانديني معك شي؟ القصة هي انه عندنا منافسة كبيرة بالجامعة، هو نحن عم نحضر سوا مشان نفوز بالتحدي النهائي. خالتي هي جوا، رح خبرها تحاكيكي لأنه جوالها مطفي. ماشي ماشي، لا تخافي أنا رح قلها تحاكيكي. ما تاكلي هم أبدا، أكيد خلص ما تاكلي هم، بس تجي بتحاكيكي. ماشي. نانديني لازم لاقيها بسرعة. نانديني نعم. قولي شي. شي مثل شو؟ قولي أي شي. أنت ما خد فيه شي؟ بدك يعني قول شي مع أنك ما بتحبني ولا بتحب صوتي كمان؟ انت منيح؟ شو صار لك؟ قلي شوفي. ماني فيك شي؟ ايه العتمة، بكره العتمة تقتلني من جوا وبتقتل كل شي فيني كمان. كل هالشي اللي صار بسبب هديك الليلة، بس لما كنا أنا وديروف سوا نفس الليلة اللي صار فيها الحادث. بعرف هالشعور، بس بتعرف شو؟ أنا بحب الفراشات، كل مرة بشوفهم بتمنى كون حرة مثلهم، وهن كمان بيحاربوا الظلام. هن كتير صغار ووين ما راحوا بيتوهجوا وبيشعوا كمان وبيعطوا نور. هن كتير حلوين ونقيين وما في أحلى منهم، لهيك أنا بحبهم. قصدي شكلي حكيت كتير، أنا آسفة. مرحبا ماني، وصل على البيت؟ لسه ما وصل؟ هو خبرك امتى رح يوصل او اي شيء؟ نعم؟ ما وصل؟ ماني وينك؟ عم تتصل بهالوقت؟ في شيء صاير؟ هارشادي عمت نانديني حاكتني وقالت لي نانديني لهلا ما وصلت على البيت. لازم نعمل شيء، لازم نلاقيها. طيب بسيطة، أولاً فتي لجوا؟ لا هارشاد، ما معنى وقت لنضيعه. نانديني دائماً بتساعدني بأي وقت بحتاجة بالمساعدة فيه، وهالليلة صار دوري لحتى أعمل هالشي كمان. رجاءً ساعدني. طيب بلشي ودوري من الجامعة، ممكن تكون هنيك. دقيقة. آليا آليا اللي شو بدها هي؟ اسمعي شوي،
نانديني ما رجعت لسه على البيت. بتمنى ما تكون هي خطة الفاب فايف، لأنه إذا كانت فأنا ضوعتوها؟ أنا بالنسبة لإلي كتير قلقانة على ماني، وهو كمان مفقود. نحن رايحين ندور على نانديني، بدك تروحي معنا؟ بقصد بتعرفي ممكن يكونوا سوا ولا ما بتعرفي؟ نانديني شو عم تساوي؟ نانديني لوين رايحة؟ نانديني نانديني شو هذا؟ ممنوع تفوت استاذ. بصراحة ضروري. شو مشكلتك انت ما بتجي على الجامعة بنهار وهلأ جاي بدك تفوت بهالوقت المتأخر؟ هارشاد سيدي، رفيقتنا ممكن تكون محبوسة جوا، نحن كتير قلقانين عليها حاليا، ممكن تساعدنا؟ معكم دقيقة، لا تتأخروا، فوتوا. صبايا هاي سيارة مان، قلتلكم بيكون بالجامعة، يلا. أنا جمعت 100 بالعلوم، لهيك بعرف الفراشات. حاجة تقللي بعلمك ومعرفتك، حتى يلي بالصف الخامس بيعرف إنه الاحتكاك بين الحجرين بيطلع نار. بالمناسبة أنا مالي متوقع أي شكر منك. لساتك خايف؟ خايف؟ لا، مو خايف. لا، مو هيك قصدي أبداً. بقصد إنك تكره الظلام. خلص تمام. اسمعي، القصة مو هيك. ما بحب العتمة. بس كان مجرد توتر. شبك؟ ليش عم تضحكي؟ أي شي حلو. شو هو؟ إنك تورجي الجانب الحلو من شخصيتك، مشان هيك أنا كنت. شوفي في بارة تحت. وين؟ ليكا ساعدني. ماني خايفة كتير. أنا ماني روح، يلا بعد روح بعداني. نانديني بعداني خلص روح
نانديني. باي باي ناندي باي. اهدي اهدي. بعدوا عني. روح روح يلا روح روح. نانديني نانديني. إيه أنت خايفة من الفار؟ فكرت قلبك قوي. قبل شوي كنتي عم تقولي حارب الظلام، وهلأ خفتي من الفار؟ بالمناسبة فيكي تطلبي المساعدة مني. لقيتن؟ لا، خلينا ندور من جهة الباب الوراني. يلا إذا وقعتي أنت رح تصير مشكلة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.